You've probably seen it in the news. مئات المنشورات الممولة لمنظمة الأمم المتحدة تدعو لحملات تبرع لصالح السوريين وضحايا الزلزال، ونحن نقول لشعوب العالم وبالخط العريض: لا تتبرعوا للأمم المتحدة ولا تنخدعوا بعناوينها. لما يسمى الأمم المتحدة، مثل ما شايفين هون، الأمم المتحدة قلبت غزلتونا باسم السياسة 12 سنة، واليوم أنتم خذلونا باسم الإنسانية. لا تتبرعوا لهذه المنظمة ولا تشاركوا بقتل مزيد من السوريين، لأن أموالكم وفق عشرات التحقيقات والتوثيقات ستذهب لدعم بشار أسد وميليشياته وقصف المدن السورية. ولكي نختصر جريمة المنظمة وموظفيها بعدة أسطر، سنكون بغاية الدقة لتعلموا حجم الاستغلال والتلاعب الذي مورس لخداعكم عاطفيا. المنظمة تلاعبت عليكم بهذا المقطع الوحيد والمكرر لإظهار أن الزلزال وقع بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة ميليشيات بشار أسد وإيران وروسيا، في حين لم تعرض المنظمة أي مشهد لحجم الكارثة التي حلت بالمناطق المحررة والخارجة عن سيطرة ميليشيا أسد شمال غرب سوريا. هنا كما تشاهدون سويت مدن وبلدات كاملة بالأرض جراء الزلزال في جنديرس وحارم وسرمدة وسلقين وغيرها، ولم تخبركم المنظمة أي شيء عن هذه المقاطع وآلاف الضحايا والعالقين، فلا تتبرعوا لهذه العصابة. هذا العنوان غير صحيح، الزلزال لم يكن اسمه زلزال الجمهورية العربية السورية. هم يتلاعبون بكم لنهب أموالكم وإرسالها لبشار أسد، لأن الزلزال يكنى بالمنطقة التي أصابها، واسمه زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا، وهذه صورة من وكالة ناسا تشرح مناطق الزلزال وأضراره. هذه المعلومات جميعها مغلوطة، فالزلزال لم يؤثر فعليا على وسط وجنوب سوريا، والترتيب لهذه الأسماء مكذوب لاستغلالك. والمعلومة الصحيحة يقولها توثيق لشبكة حقوقية بأن أعداد الضحايا في كافة مناطق سيطرة نظام أسد هو 321، وفي المناطق التي تجاهلتها منظمة شؤون اللاجئين تجاوز 2150 ضحية. أما جنوب تركيا فتجاوز عدد الضحايا السوريين 3800. وبالمناسبة لم تخبرك المنظمة أن الضحايا السوريين جنوب تركيا هم لاجئون بالأساس من أصل ملايين السوريين الهاربين من إجرام بشار أسد وميليشيات المقبرة تعرفت على الانتلاء. لا تتبرعوا لهذه العصابة بسنت واحد، لأنه لم يصل لهؤلاء المنكوبين المنسيين شمال غرب سوريا أي مساعدات. انت امنا، انت امنا يا خالتي. يلا لك، نحن شو، نحن اخواتها، لك شو، نحن اختك يا اخي. هلا من طالعون تكرمي. ها، لا تتبرعوا ولا تقتلوا السوريين مرتين، ولا تقلقوا بشأن كارثة الزلزال، فهذه المساعدات والقوافل جمعها السوريون محليا شرق البلاد في فزعتهم لأشقائهم في شمال غرب سوريا إلى مناطق شمال غرب سوريا. نعم لا تكفي، ولكن لا تتبرعوا لهذه المنظمة، لأن أموالكم ستذهب لقتل السوريين. ولكي تطمئنوا أكثر، فهناك دول وأنظمة ديكتاتورية سارعت لدعم بشار أسد وميليشياته تحت ذريعة الزلزال، ولكن أنتم كشعوب قفوا هذه المرة إلى جانب الشعب السوري ولا تشاركوا بقتله مرتين، وتأكدوا أن امتناعكم عن التبرع لهذه العصابة هو أكبر دعم للسوريين. قلنا لهم تفضلوا وزوروا جنديرس لتروا حجم الدمار بعينكم، قالوا لا، إدارتنا لا تسمح لنا. هذه شهادة رائد الصالح مدير الدفاع المدني والخوذ البيضاء شمال سوريا حول جريمة وكالات الأمم المتحدة بحق ضحايا الزلزال شمال غرب سوريا، وكيف تعرض الصالح لتهديد صريح من تلك الوكالات لانتقاده تقصير الأمم المتحدة في إغاثة المناطق المنكوبة. كان تلويح واضح بأنهم هم مزعوجين، نحن مزعوجون جدا من الانتقادات التي وجهت لنا. يقول الصالح بأننا شاهدنا آلية عمل الأمم المتحدة التي ساهمت بقتل السوريين، ولأننا لا نعلم ما الذي فعلته هذه الوكالات في أفريقيا وهايتي وغيرها، إلا أن المهم الآن هو كشف تقصير وجرائم المنظمة وموظفيها بحق الشعب السوري. لا نعلم ماذا فعلوا بأفريقيا وبهايتي وغيرها من المناطق التي استجابوا لها سابقا، يمكن الناس لم تتحدث في تلك المناطق، ولكن نحن لن نصمت عن هذا الأمر.
وعلى سبيل المثال لجرائم تلك الوكالات، فهذه تغريدة لرئيس منظمة الصحة العالمية يقول فيها إنه لم يرى بحياته هذا المستوى من الدمار كما في الطريق من حلب إلى دمشق، وداعيا بأسلوب تلاعب وخداع واضح للتبرع والدعم. وكما يظهر في ردود السوريين الذين تعرفوا على المنطقة المعنية أن رئيس المنظمة الذي سنسميه بالمرتزق الوقح تعمد الخلط بين آثار الدمار جراء قصف وجرائم ميليشيات أسد وإيران وروسيا على معرة النعمان وبين الزلزال كخبر يدعو للتعاطف العالمي. مدينة معرة النعمان بصواريخ شديدة الانفجار 4 غارات جوية كانت. أما عن معرة النعمان التي حاول مرتزق الصحة العالمية خداع الشعوب بها، فهذا شكلها قبل 3 سنوات بفعل براميل بشار أسد والطائرات الروسية في دمار الحارة بأكملها، في حين يبقى لشعوب العالم أن تعلم أن هذا هو شكل موظفي الأمم المتحدة وشؤون اللاجئين في سوريا قبل حذفهم للفيديو كمجموعة شبيحة يتبعون لنظام أسد وأقاربه ومستفيدين برواتب خيالية من جنسيات عدة لا علاقة لهم بملايين النازحين واللاجئين السوريين ومعاناتهم. أما هذا فمناقصة لذات موظفي الأمم المتحدة بدمشق لشراء أحدث أجهزة الآيفون 8 لتاريخ إصداره عام 2017 وأخرى لتلفزيونات وكمبيوترات وغيرها، أي لأموالك أيها المتبرع التي لن تراها طبعا باقتناء نازح في المخيمات لجهاز آيفون، وإنما بأيدي موظفي الوكالة وشبيحة بشار وميليشياته الذين يتلاعبون بعواطفك اليوم للتبرع تحت مسمى الزلزال، بينما يقول لك منكوبوه الحقيقيون لا تتبرع لتلك العصابة. اللي صار عار راح يلاحقكم على قبوركم، اللي صار خسلانكم للشعب السوري راح يلاحقكم بقبوركم، عار عليكم، ولكن أثبتوا خسلانكم وأثبتوا تبعيدكم وأثبتوا عدم حياديتكم.